على التليفون الكابتن خالد بيبو مدير اكاديميات النادي الاهلي. ازيك كابتن خالد؟ اهلا بيك كابتن اسامه، ازيك؟ ووحشني جدا ومنور شاشه قناه النادي الاهلي ودايما كده متالق. ربنا يخليك يا كابتن بيبو، عامل شغل يعني ما شاء الله، شغل هايل جدا من وقت ما توليت ملف اكاديميات النادي الاهلي. شايف زياره الكابتن محمود الخطيب للاكاديميه في مدينه نصر، ازيك يا كابتن بيبو؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا بشكرك جدا على المقدمه الجميله. وكابتن محمود الخطيب على فكره هو معانا على طول في الاكاديميه، يعني هو طول الوقت الاخبار كلها بيسال على كل تفصيله كبيره او صغيره في الاكاديميه، عارف كل التفاصيل عن الاكاديميه، هو اهتمامه كبير جدا ودايما يعني موجود معانا. الزياره الاخيره دي طبعا بسببها هو عايز التطوير للاكاديميه في الفتره الجايه، فروحنا طبعا المكان الرئيسي بتاعنا هو مدينه نصر. فطبعا انا اتكلمت مع الكابتن وهو قال لي لا خلاص انا لازم اجي ازور المكان واشوف المكان بنفسه. جه واتفرج على المكان قال لي لا خلاص احنا لازم نغير الارضيه بتاعت الملعب، وان شاء الله كمان هيبقى فيه تغيير للمبنى الاداري. تمام، يعني في طفره ان شاء الله انشائيه كمان للاكاديميه خلال الفتره الجايه. لا ان شاء الله، يعني الناس ان شاء الله هتشوف حاجه متغيره خالص في الفتره الجايه، سواء في نظام التقديم، سواء في تحركات جوه النادي، ازاي الناس يعني هتسهل على الناس الاجراءات ان هي يبقى بيشترك والمسافات تقرب. يعني كانت اول في مسافات طويله قوي في الاشتراك واستلام النت. تمام، كابتن اتكلم معايا ان لازم نقرب على الناس المسافات وان الناس كلها تشتغل من مكان واحد. فان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في زي ما بيقولوا ايه تطوير كبير جدا، سواء في الانشاءات، سواء في الملاعب، سواء في الكراسي اللي هي الموجوده في الدرجات دي كلها لاولياء الامور. لاولياء الامور طبعا هتكمل، وكان في تندة فالكابتن قال لازم في تندة كمان في الممر. تمام، يعني في تندة كمان للممر عشان المطر والشمس لاولياء الامور، والتجهيزات تبقى مختلفه خالص في الفتره الجايه ان شاء الله. ده يعني بعد زياره الكابتن طبعا ان الفتره الجايه هيبقى فيها جري كمان بشكل كبير جدا عشان الحاجات دي تخلص في اسرع وقت ممكن عشان الناس كلها تحس بالتطوير اللي حصل في الاكاديميه. عندنا كم فرع يا كابتن بيقول الاكاديميه في مصر، اكاديميه النادي الاهلي؟ والله احنا كان عندنا 11 فرع ما شاء الله، وعندنا اثنين بتوع الكويت والامارات، وقدرنا الحمد لله في الشهر اللي فات كمان نفتح الفرع ال 12 ما شاء الله. كويس، وعندنا عقدين خالصين تقريبا يعني بالنوفيه والشرقيه بنجهز فيهم. تمام، هنشوف التوقيت المناسب عشان نفتح الفروع دي، وان شاء الله من بدايه شهر 2 المفروض ان انا عامل خطه زيارات لكل الفروع المفروض اللي تقدمت للاكاديميه، او ان احنا كل في خط سير كده هيبقى موجود في الفتره الجايه. تمام، عشان نشوف بقيه المحافظات اللي ممكن فيها نشتغل فيها في الاكاديميه تاني. في لا في حاجات كتيره قوي مش عايز احرقها دلوقتي. في مواهب يا كابتن بيو بقى في الاكاديميات، يعني فعلا اكاديميات النادي الاهلي بتطلع مواهب لقطاع الناشئين؟ والله بص يا كابتن سامع، انا السنه دي عندي فوق ال 25 ولد من الاكاديميه بيلعبوا في قطاع الناشئين ما شاء الله، وعندي حوالي من 3 لـ4 مدربين موجودين في قطاع الناشئين. وعندي حد من الجهاز الطبي كمان موجود من الاكاديميه راح القطاع الناشئين. فاحنا الحمد لله في تواصل بينه وبين الكابتن فتحي جيد جدا، سواء في اللاعبين، في المدربين، في الاداريين، في حتى في الجهاز الطبي. اي حد كابتن فتحي بيبقى يعني محتاجه من عندي بي على طول بياخده، وهو ده الهدف من الاكاديميه ان هو يبقى يعني مكان يقدر القطاع الناشئين يبص عليه. كابتن فتحي على طول بقى بمنتهى الامانه اولا محتاجه ان هو موجود في مكان بيجي معانا، راح معانا اكثر من مكان، ولسه كنا في السويس من 10 ايام، بيختار ولاده وبيشوف، وهو معانا على طول في مدينه نصر وبيتفرج على الماتشات، بياخد تقارير على طول مني عن حاله الولاد والمين اللي بيتقدم كلام. احنا في بينا شغل كويس جدا ان شاء الله في الفترات القادمه دي هنشوف ولاد اكتر، وفي هو حاطط عينه على كمان على مجموعه الولاد ان شاء الله بيجهزوا بياخدوا ماتشات. انت عارف عندنا احنا بياخدوا ماتشات اكتر شويه. تمام، ويجهزوا وان شاء الله بيبقى فرصه بالنسبه لهم ان يبقوا موجودين في القطاع. السنه دي عملنا حاجه كانت مهمه جدا،
كل الاختبارات بتاعت النادي الاهلي في المحافظات كانت جوه الاكاديميه، كانت الاولى جوه الاكاديميه. فهو ده الفتره الجايه دي ان شاء الله التواصل كبير جدا، ملاعب الاكاديميه في كل المحافظات هي تبقى تقريبا يعني هي ملاعب القطاع الناشئين، يستفيد منها يحتاجها في اي وقت هيلاقيها جاهزه وشغلها كله، واحنا كله للنادي تمام، كلنا دايره واحده، قطاع الكوره كله دايره واحده، كلنا بنقدم على بعض ان شاء الله ان احنا بتدور في مصر كلها على كل اللعيبه المميزه. زي ما احنا بنشوفها كابتن بيبو، انت بتقول ما شاء الله 11 فرع ولسه في رؤيه مستقبليه لافتتاح فروع ثانيه. 12 فرع عندنا كمان في الامارات، عندنا في الكويت كمان، وفي رؤيه مستقبليه في الدول العربيه. ممكن في يوم من الايام نشوف النادي الاهلي بيفتتح اكاديميه في افريقيا؟ ما انا قلتها يا كابتن اسامه، ما يعني ايه طبعا يعني دي مفاجات ولا ايه؟ ما تجريش بينا بقى، ما احنا عايزين حاجات حصريه لبرنامج الاشبال. بقول لك ما تحرقش المفاجات الفضائيه. لا في حاجات كتيره جدا، يعني احنا قعدنا كذا قعده في تفكير في كذا اتجاه ان شاء الله ماشي كويس جدا فيهم، وان شاء الله هتعرف كنادي الاهلي ما بنقولش حاجه الا لما تبقى خلاص خلصت 100%، انما التفكير ان الاكاديميه تروح في سكه ثانيه خالص واتجاه ثاني في الفتره الجايه. طبعا بشكر كل الناس اللي هي كانت يعني اشتغلت في الاكاديميه وعملت مجهود كبير جدا، واحنا بنكمل شغلهم. احنا مفيش حد بيجي يردم الشغل قديم ويشتغل لوحده. تمام كله متواصل وكله قدم نجاحات للنادي الاهلي. وخلي بالك في الاخر اللي بينجح هو اسم النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي هو اللي بيخلينا كلنا نعرف نشتغل، اسم النادي الاهلي اقوى من اي حاجه يخليك تنجح حتى بنص مجهودك يعني. اخيرا بقى، عندنا كم خالد بيبو في اكاديميات النادي الاهلي؟ السؤال المحرج ده. لا بص يا كابتن اسامه، طبعا لا في مواهب كتير جدا، ويعني انا عندي مجموعه من اللاعبين مميزين جدا وهشوفهم مفاجآت يعني في الفتره اللي جايه. السن الصغير ده بصراحه في شويه اولاد محترمين جدا. تمام. عندهم القتال كمان مختلف، يعني انت زمان كنت بتدور على الموهبه بس، لا انت دلوقتي انا بقول لك انا عندي اولاد 5 6 سنين عندهم روح مش طبيعيه. تمام. وحاسين بقيمه تيشيرت النادي الاهلي، هو ده اللي انا بدور عليه كمان دلوقتي. يبقى انت بتشتغل على الناحيه الفنيه وناحيه ان انت تزرع في الاولاد من دلوقتي ازاي يبقى عارف قيمه النادي الاهلي. وهو بصراحه بمنتهى الامانه يعني اولياء الامور بيساعدونا في تمام كويس وفرصه بقى، وانا معاك اقول كلمتين اولياء الامور، لو سمحت ما تمشوش ورا اي حد بيضلل اولياء الامور، لان اولياء الامور بمنتهى الامانه عايزين اولادهم يبقوا كويسين وعايزين يهتموا باولادهم. احنا بنقول لكم صح، ما حدش فينا عايز ولادكم يبقوا وحش، احنا عايزين الاولاد يبقوا كويسين، لان احنا كابتن اسامه ايدينا في ايديك كده وايدينا في كل الناس اللي بتشتغل في قطاع الاكاديميات او قطاع الناشئين في مصر. عايزين نقضي على حاجه اسمها البرايفت، الولد يبقى بيتمرن عندك وبعدين يروح ولي الامر ياخد. كتير على ولد صغير عنده 7 8 سنين ان انا ممكن احرقه بدري في النقطه دي، ونرجع نبص على ولد عنده 16 17 سنه عنده تسوهات وعنده مشاكل في رجليه وتعبان ومش قادر يجري، ونرجع نتكلم نقول احنا يا جماعه احنا عندنا الاولاد الصغيرين عند 16 17 سنه ما بنعرفش نكسب حد، لان من اللي بيحصل لان انا اسف يبقى ان اولياء الامور بيمشوا ورا كلام الناس يقولوا بص بقى الولد ناقص مثلا ايه مش عارف ايه، طب انت بقى تعالى هنعمل الجزئيه. انا بلاقي اولياء الامور هم اللي بيجروا ورا المدربين. تمام. عشان يعملوا برايفت. مشكله ان ولي الامر يعني محمد صلاح عمل حاله في مصر، فدايما تلاقي ولي الامر يعني مستعجل في النقطه دي. انا عايز بس اخدك لنقطه اخيره بقى، شعورك ايه واحنا داخلين على سنه جديده ومقربين من يناير، يعني بالنسبه ليوم 6/1 يعني؟ والله يعني بص الواحد انا بحتفل بعيد ميلادي 3 4 مرات في السنه. يوم 5 ويوم 6/1 ويوم يعني حاجات كتيره قوي كده، ويوم 6 اكتوبر انا بحس، ودي حاجه كويسه بتسعدني. فرصه من خلالك برضه طبعا اقول لكل جماهير النادي الاهلي او كل لعيبه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي ما تنساش اي حد لابس تيشيرت النادي الاهلي، وانت لعيب كويس عشان لابس تيشيرت النادي الاهلي، في لعيبه كويسين كتير انما الجماهير دي بتحبك عشان انت بتلعب في اسم النادي. تمام. كابتن خالد بيبو مدير اكاديميات النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. رساله مهمه طبعا من كابتن خالد بيبو لكل